قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقرة أخرى أو في لقطة أخرى أيضا، وهذه جتني حقيقة على الجوال في تقريبا في العشر الأول، واحتفظت بها حتى بدأ البرنامج، وقدر الله عز وجل أن تأتي هذه الفقرة لتكون هذه اللقطة. ما أدري جاهز اللقطة نشوفها ولا الاتصال؟ طيب أخونا عبد العزيز الصقعبي، طيب شوفوا معي يا إخواني هذه اللقطة. يعني لو تشاهدوا هذا الرجل الستيني عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وبياك أخوي عبد العزيز. حياك الله يا خلو. أشكرك على هذه الرسالة الجميلة. الله يرضى عليك ويسلمك. مبارك الله فيك، وأنا حقيقة احتفظت بها حتى اليوم ما زالت في جوالي، وأبغاك أنت تقول لنا وش اللي صار، تفاصيل هذه اللقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أخنور، هذه الصورة أنا ما من هوايتي أقدر أصور داخل الحرم المدني، لكن طبعا لاحظ الصورة هذه بعد صلاة القيام. الأخ هذا أخ تركي اسمه ياسين، شدني فيه أني كنت أصلي ويصلي أمامي، وما التفت أبدا أن أمامي إنسان يصلي بقدم واحدة، والسبب عدم التفاتي أن صلاته يعني ثابتة، يعني تجد أن هذا الإنسان لا يعني يصلي مع الإمام، لا يتلكى، لا يميل، لا يراوح، قيامه يسابقني في القيام، فما استغربت الصلاة. اكتشفت بعد صلاة القيام أن الذي أمامي بقدم واحد، طبعا بقدم واحدة وبدون عكاز، وبعد الانتهاء من القيام الناس تعبت ترتاح، وهو ما زال يواصل يتنفل حتى الفجر. اي نعم، هذا يعني طبعا انا تعرفت عليه حقيقة، يعني حتى بدأت اغلب الايام العشر احاول اصلي القرب منه. جميل. لان مثل هذا حقيقة يشعرك يعني تشعر بانك صغير امام هذا الانسان. واقترفت من هذا الرجل اللي فعلا اعتقد انتم طبعا كلنا حقيقه كشباب يمكن بعد القيام الواحد شوي يعني يحاول يرتاح، يشرب شاي قهوه حتى ينتظر الفجر، لكن انه رجل مبتور قدمه من الورك يعني تقريبا وبدون عكاز، تفاجأنا كلنا حقيقه لما شاهدت اللقطه، تفاجأت كيف اصلا استقام بهذه الطريقه اللي حقيقه. ورسالتك كانت اعتقد ايضا يا عبد العزيز اللي ارسلتها انها فعلا ليست اعاقه الأبدان، هي إعاقة الروح، وهذا الرجل كانت روحه يعني ما شاء الله منطلقة ومتقدة بالإيمان، ولذلك لم يكن معاقل حين وقف، ولم يحتاج أبدا لا إلى عصا ولا إلى أن يهتز. أيضا يا أخ أنور حقيقة أنا يعني قضية الإعاقة، لفظ الإعاقة في حق هذا الرجل يبدو لي أنها يعني لفظها غير صحيح، لأن كما قلت يعني الإعاقة إعاقة الروح، إعاقة العقل، هذا ليس بمعاق حقيقة، هذا ليس بمعاق. عبد العزيز اختلفت من الرجل تقول وجلست معه في أيام المتبقى، إيش اكتشفت؟ يعني حقيقة طبعا اكتشفت أن هذا الرجل عجيب، أنه طبعا يرفض الكلام عن حالة كيف أنك متعب أو أنك رجل بقدم واحد أو غير، أو حتى يعني تقوم وتخدمه يغضبه هذا الأمر، يعني فأبعدت عن هذا الجانب، جانب الإعاقة اللي فيه. نعم. فسألته عن حاله كيف، فاكتشفت أن هذا الرجل أدى العمرة وهو الآن معتكف في العشر الأواخر في الحرم. طبعا يعني حقيقة شدني أكثر ما شدني كثرة التنفل في هذا الرجل، وأنا شدني الآن أن الكل جالس مرتاح، يعني على الأقل يسترخي قليلا بانتظار الفجر، وهو يتنفل بقدم واحدة. شكرا جزيلا عبد العزيز الصقعدي على هذه اللقطة، وهذه يعني الحقيقة صورة حية يعني تنبض بالإيمان وتتجاوز كل الحدود، وهي مشهد حقيقي. أتمنى كل أخ أو أخت لديهم مثل هذه اللقطات المتميزة أو اللقطة الأخرى أيضا المتميزة يشاركون معها بها، يرسلون على الشاهد @idelil.tv أو يتوجهون مباشرة إلى موقع الإلكتروني للشاهد، أصدقاء الشاهد www.الشاهدفانس.com، يدخلون معنا يتواصلون يرسلوننا
هذه اللقطات ويكونون بإذن الله تعالى على الوعد معنا في لقاءات في كل أربعاء لنشاركهم ونتفاعل معهم، فجودة الصورة ورساليتها تحقق أكثر من عشرات ربما الخطب وحتى الحوارات.